إذا كان الشخص محافظا على كل الأوقات في المسجد، لكن عند كل صلاة تأتيه الوساوس فيذهب عنه الخشوع، فبماذا تنصحونه؟ وتكمل للجواب السابق، اليوم الحمد لله يعني مكبرات الصوت متوفرة، بإمكان أنه يدرسهم بمكبر الصوت ويكون في مكان وهو في مكان آخر ما يراهن ولا يرينه، ومكبر الصوت يبلغهن الدرس. نعم.